كذلك نفهم منهج النبي عليه الصلاة والسلام في البناء. ثريون دينا السنظام كيرا نفنو الحيض ذاشو حواجنا نفنو الحيض الحيض أكيني حواجا سيمان حواجا الرمل حواجا غزال حواجا 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 مصوص ولا يفنون ولا يفنون الماتريال يلا كل شيء يلا ميفنو يد الحيض وكيد الحيض نظر خانوض الباتيمون باش تفنوض لاتريما الانسان يوعر 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 بناء الإنسان أصعب وأخطر من بناء العمران. أم شرد فنوض بنادم متوازن فاهم لا تتغلغل إلى قلبه الشكوك ولا إلى عقله الشبهات ويكون صامدا أمام الهجمات مقاوما للزلازل والهزات. خطرت لا زلزلة ماشي زلزال القاع لا زلزلة تهزنا مذان ما يلوري فينا مليح أظو ديوسن أثي ديتروي أثي قلع أثي غضل زلزلة يحركن أتهود خطر زلزل اللات الشبهات الشهوات الشكوك إلى آخره باش بد مديلي إكيليبري متوازن. أما الشبهات إلى آخره أما ذي الهزات والزلازل المصائب أدغلي كالمصيبة في يوم تفضي تزال يتصوزوا ما شاء الله ولكن يوث المصيبة هي دويكاو قال آخر. لذلك كانوا غالا النبي عليه الصلاة والسلام أمشي ديفنا الصحابة ذنسيتني فنان ذنسا الوحي يتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبني الرجال بدءا أما كانت حصان في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم عندك شم ذي الغموق أن زرم كي ثني فنو شويت شويت ثني توليه ثني خدم التوازن ذي العقيدة نسم ذي العبادة نسم تعاملهم مع الشريعة في مواجهة الهزات كما قلت والزلازل والمصائب والنوائب إلى آخره. سبحان الله لذلك ذي الطيق ذي تبان ورفيق أما كنت دينار بالقرآن الكريم في حق الصحابة وفي حق المصطفى صلى الله عليه وسلم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وكذا القرآن سبحان الله يخدم ربي يستخدم أول زلزلوا ولا شو تسوى بنادم مزلزلة لكن زلزلة سفغ العقل أنو نتساقوا هذا الزلزال نتساقوا هذا الزلزال بلا استثناء وثاقي جندي من جنود الله يوم ذا جندي لا مشطوح لا مشطوح ربي في القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو لا دوز من المحنة اسم السنسي دي فكار ربي سبحانه سنذكر موضعها وشرحها في وقت الوقت المناسب أشو دينا ربي مستهم البأساء بعد الدوز شويه زياده والضراء وبعدين وزلزلوا زلزلوا كم الايه حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله حجبتي وضصنا الحديث بعد ربي ندى الا ان نصر الله قريب اذا جمعت الخير سي كذاكي انا احفظك سي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.